السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا طبق ديال المكرونية بالطريقة الإيطالية. غنحتاجو هنايا البيستو بما يسمى الحبق، كان موجود بحال هكا تقدروا تلقوه مثلا في المتاجر في المحلات التجارية، ما كانش يمكن لكم تستعملوا الحبق على شكل نبات، كيجي حتى هو رائع في المذاق. عندنا بواطة ديال الطون صغيرة، القشدة الطرية بانا دا كوتشينا، يعني القشدة الطرية ما تكونش حلوة. المكرونية يمكن لكم تختاروا الشكل اللي بغيتو. غنوجدوا الماء، اول حاجة يغلى كنضيفوا عليه مليحة زويتة بلدية، صافي بما حسينا به غلى كنضيفوا مكرونيه على حسب اشخاص، انا هنا 4 اشخاص غندير تقريبا نص كيلو. نحركوها غير شويه غندوزو نوجدو مقادير ديالنا. هنا عندنا البازيليكو بما يسمى الحبق او البيستو مضعوف في المقلاه، نضيفو عليه الطون ونضيفو عليه القشده الطريه. هادو مكونات كلهم طيبين، يعني غادي غير يسخنوا يغلاو شويه صافي. حركوهم كيف ما كتشوفوا هنا، هنا انا وضعتهم فوق الفرن، تكون الباستا قريبه طيب او المكرونيه قريبه طيب، حيت ما كيحتاج الخليط ما كيحتاج للطياب، غير يندمج مع بعضياته ويحاول يغلى شويه صافي ونطفيو عليه. كما كتشوفوا ها هو بدا كيوجد عندنا. وحنا كنحركو مره مره صافي، ها هو وجد. باستا كذلك حتى هي وجدات، غنطفيو عليهم. غادي نصفيو الباستا ديالنا او المكرونيه، نضيفو عليها الخليط هكذا، نحركو باش يندمج كلشي، وها هو الطبق ولا موجود عندنا حاضر. نتمنى هذا الطبق اللي قدمت لكم اليوم يعجبكم، سهل سريع التحضير. ما تنساوش تدخلوا عندي شان ديالي يوتيوب، صيفطوا لي التعليقات ديالكم وشكرا.